اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من ساعه شيطان. عبير ست عايشه طول حياتها مسالمه مع اهلها ومع اسرتها في منطقه شعبيه في دار السلام، لكن يبدو ان عبير ما قدرتش انها تتاقلم مع حماتها ومع اخوات جوزها اللي عايشه معاهم في نفس الشقه، عدد كبير عايش في شقه واحده. عبير قررت فجاه انها تهرب من المشاكل دي كلها، تروح مكان تاني؟ لا خالص، انها تروح للموت. فعدت الناحية التانية من بيتها، لقيت في وشها محطة مترو الأنفاق، رمت نفسها تحت القطر. عبير عملت كده ليه؟ ده اللي قالوه وكشفوا عنه الجيران. تعالوا نسمع الجيران قالوا ايه عن عبير. كان عجيب تقريبا ابنها وقتها من الحضانة؟ جابته من غير لعيته من فوق. وانت سمعت بالواقع عرفت ايه؟ انا قالوا في حادثة جوه. احنا طبعا ما جاش اتبنى ان ده. يا عيني. احنا قعدنا عادي كده وشغالين. بيت وعلى صاحبي شغال هنا بنتي عليا ونطلع من المدينة انا برسالة شو سيد مين انا بنتي اغنون دخلت اخوص في المحل ما اقول لك ميدو والمامور لازم المامور بتاع المترو واحد بس دين جاس عنا برضو معاول مباحث وسعى الناس في العمارة الحمر يا رب. الجيران تكلموا كلام كويس جدا عن عبير، قالوا انها ست طيبة وست مسلمة عاشت حياتها كلها ما بينهم بهدوء، ولكن رحلت فجأة. رحلت ليه؟ لان عبير فشلت انها تواجه مشاكلها. ده يعلمنا حاجة واحدة، ان احنا لازم نواجه مشاكلنا بقوة، ما نضعفش ما ننكسرش، لاننا لو ضعفنا وانكسرنا هنسلم نفسنا كلنا في ساعة ضعف للشيطان.